طيب لماذا بدأ الحديث بقول لا إله إلا الله وجعلها أعلى مراتب الإيمان؟ لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله من قالها في آخر حياته دخل الجنة. الحياة والإسلام بني على كلمة لا إله إلا الله. الحق سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لابد أن تعلم هذه الكلمة بمعناها الحقيقي، أنه ما هو المعنى الحقيقي لها يا دكتور؟ لا متصرف في هذا الكون ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي ينبغي أن تتوجه القلوب إليه، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن تصرف كل الأعمال إليه، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الكون بما فيه من قمر وشمس وما فيه من أفلاك سبحانه وتعالى. فالإنسان لما ينظر ويعلم قدرة الحق سبحانه وتعالى فيعلم أنه عبد ضعيف، وأنه بجوار قدرة الله سبحانه وتعالى لا شيء. فالإنسان بهذا المعرفة وبهذه العلوم التي يعلمها ويتعلمها يشعر الإنسان أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، واحتياجك إلى الله تجعلك تسير على منهجه، تسير على كلمة الله مراده، على مراد الله سبحانه وتعالى. فده معنى كلمة لا إله إلا الله. طيب الحديث يا دكتور أيمن بين ثلاث خصال أو رؤوس لثلاث خصال، منها ما يتعلق باللسان، منها ما يتعلق بالبدن، منها ما يتعلق بالقلب. لماذا هذا التصنيف؟ والله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يعبر عن كل شيء من الأعمال التي تصدر من الإنسان. احنا عندنا أولا الاعتقاد القلبي والإيمان بالله سبحانه وتعالى، أول شيء فيه هو الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله سبحانه وتعالى بيعبر عنه أنه موجب كلمة الإيمان وموجب كلمة لا إله إلا الله، أن أنت لابد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. لما تقول لا إله إلا الله يعني لا شيء في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى، لا متصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فلابد من الإخلاص أولا لله سبحانه وتعالى، هذا عمل قلب. عندنا بعد ذلك عمل اللسان، عمل اللسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بشيء. ثم أيضا بعد كده الجوارح، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه أيضا بشيء. عندنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو في رواية بضع وستون شعبة، وكلمة بضع يعني معناها رقم من 3 لـ9، من 3 لـ9. يعني مثلا أقول إيه، يا إما أن يكون من 73 74 75 76 77 78 79، يعني عددهم كده يعني هذا. لكن حتى العلماء قالوا أن العدد ده ليس مقصودا في ذاته، ليس مقصودا منه التقدير، ولكنه المقصود منه التكثير، يعني أنت تكثر من صفات الإيمان. فعبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الثلاثة لتجمع أعمال القلوب وأعمال الأبدان وأعمال اللسان.